اهلا بيكم معايا في حلقة جديدة. النهاردة بقى معايا قشر الليمون، طبعا كلنا بنرميه، لكن انا كنت بحوشه كده في كيس في الفريزر عشان ما يبوظش مني طبعا عشان الحر. هنعمل منه منظف قوي جدا لكل حاجة في المطبخ، بجد هيبقى تعقيم وتنظيف بحاجة طبيعية. هنعمل منه خليط كريمي هيبقى عامل زي العجينة، هنستعمل منه حاجات كتير قوي في التنظيفات. طبعا بقى كلنا بنحب ريحة الليمون ونظافتها وفوائدها وحاجة طبيعية. معايا هنا بقى كمية الليمون اللي انا حوشتها دي، وحطيت عليها 2 كوباية كبار من المية، وهحط عليها معلقة من ملح الليمون، وهسيبها تغلي على النار كويس لحد ما تنعم معايا خالص ويتهري يعني معايا جدا عشان يبقى سهل معايا في الضرب. هرفعها على النار وهوريكم. كده بعد ما ضربته وبقى ناعم معايا جدا، هجيب كده معلقتين من البيكربوناتو واحط عليهم كده 1/2 كوباية من الخل، وطبعا الحاجات دي هتخلي مفعول التنظيف اقوى. كلنا عارفين ان البيكربوناتو والخل بيتفاعلوا مع بعض. هجيب بقى الهاند بلندر وهضرب فيهم كويس. ممكن تضربيهم برضو بالخلاط او باي حاجة تنعمهم، وكل ما تضربي فيهم اكتر كل ما هينعموا اكتر وهيبقى الخليط معاكي كريمي كده. هيبقى ليها استعمالات كتيرة جدا العجينة دي، وهتنظف معاكي المطبخ وتخلي لمعان للبوتاجاز والرخامة. وهنشوف بقى هنستعملها في ايه دلوقتي في المطبخ. تابعي معايا الفيديو، بجد حلو جدا. قشر الليمون اللي كلنا بنستغنى عنه وبنرميه في الزبالة، النهاردة يعني هنعمل منه حاجة سهلة جدا وسريعة وهتفيدك ان شاء الله كتير. كده بعد ما نعم معايا خالص وبقى بالشكل ده، جبت كده برطمان نضيف طبعا ومعقم، وهحط فيه الخليط بتاعي بتاع الليمون. مش قادرة اقولكوا ريحته جميلة جدا قد ايه. والبرطمان ده انا هحفظه في التلاجة، لان طبعا ده ليمون في الاخر فممكن يبوظ يعني، فانا بحطه في التلاجة وباخد منه كل ما بحتاج انضف حاجة. شايفين حلو جدا ومن غير اي تكلفة يعني ببلاش. انتي عملتي كده منظف بايدك طبيعي وحلو جدا. هنا عندنا بقى كلنا بنستعمل الكبة، وبيبقى فيها طبعا ريحة بصل وريحة خضار وحاجات زي كده. ممكن تعملي فيها تطحني فيها لحوم او كده ويبقى فيها زفارة. فهنا حطيت معلقة كده من عجينة الليمون على شوية مية وبضرب فيها كده بالشكل ده، طبعا ريحتها هتبقى زي الفل. ومعايا هنا برضو الحوض، حطيت معلقة كده برضو من عجينة الليمون وبدعكه كويس جدا بالفرشة من الجوانب ومن كل ناحية، برضو هينضف معايا جدا وهيبقى ريحته كلها ليمون واللمعان هيزيد. طبعا ممكن تنضفي بيه بقى كمان الحلل والكوبايات والاطباق والبوتاجاز والميكروويف التلاجة، طبعا حاجة طبيعية وجميلة جدا. بعد كده ما عملته بالليمون، عملته كده بالصابون وبشطفه. وبعد ما الحوض دايما بيتلمع يعني دايما امسحيه بفوطه كده، نشفيه بفوطه عشان اللمعه تبان. شايفين شكله بقى عامل ازاي. وهنا ايدك طبعا، احنا ممكن نعمل في المطبخ يعني نقشر توم او رنجه او اي حاجه يبقى فيها زفاره، ممكن تاخدي منه شويه كده على ايدك وتدعكيه، طبعا هيضيق اي زفاره في ايدك او اي ريحه اي حاجه مش حلوه. وبرده في نفس الوقت في فايده كبيره جدا للضوافر، بتقوي الضوافر وكده عشان فيتامين سي اللي موجود في الليمون. هنا عندي سائل المواعين، جبت كده الطبق اللي بحط فيه السائل المواعين بتاعي، واحط كده معلقه من العجينه بتاعه الليمون برضو، واغسل بيه الاطباق. جميل جدا وحاجه كده جميله ومعقمه تحفه بجد، يا ريت تجربوه هيعجبكم جدا. وبكده بقى خلصت حلقتنا، اتمنى تكون عجبتكم. يا ريت ما تنسوش تحطوا اللايك، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله.